ما أصعب تلك اللحظات وأنت ترصد بأم عينيك لحظة غرق طفل صغير أو فتاة أو شاب خانته قدرته البدنية على مصارعة أمواج النهر القاسية أو منحدرات الشاطئ المفاجئة دون أن تدرك ما الذي عليك فعله وكيف لك أن تخلصه وتنقذ حياته من الخطر؟ مشاهد قاسية رصدتها عدسات المواطنين لحادثة غرق طفل أثناء قيامه بالسباحة والعثور على جثمانه الذي وجدوه طافيا فوق الماء وسط مشروع ماء الحويجة في محافظة كركوك. عشر عاما فقط هو عمر الغريق، الطفل توفي بعد أن فقد القدرة على السباحة وسيطرته على موجة المياه المتدفقة. المواطنون هرعوا مسرعين نحوه ونحو جدول لغرض إنقاذه، لكن للأسف لم يتم إنقاذه. الرواية بين الناشطين ووسائل الإعلام تتحدث عن موت الطفل، وهذه هي ليست الحادثة الأولى للغرق، فمع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة مئوية وهربا من لهيب الحر، فكان خيار العراقيين هو اللجوء إلى المسابح أو الأنهر أو الشواطئ للسباحة، ما ساعد هذا الأمر على زيادة حالات الوفيات غرقا. ردود أفعال وتعليقات كثيرة جاءت على خلفية حادثة غرق هذا الطفل، فاخترنا لكم نماذجا من تلك التعليقات، وسنبدأها مع تعليق لسوان كوين. في تعليقها تقول: استغفر الله، هو طين ويلعب النفس، شلون مي عاد اش عاجبهم بالسبح يوميا واحد غرقان، الله يرحمه برحمته. ايضا مداخلة وتعليق من سلمى: معقولة اطفال تخلوهم يسبحون بجداول؟ هاي خطرة وكلش الاهل، هاي خطرة كلش الاهل وين والله يرحمه. خلال هذا الأسبوع كثران الغرق يوميا في الحويجة وفي الزاب ومشروع الحويجة، لذا يجب انتباه أولياء الأمور والأخذ بالأسباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق من باسم آل حمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه برحمته الواسعة. السباحة في الجداول المبطنة خطرة، عدم القدرة بالخروج منها بسهولة لكثرة الأطيان على حوافها، ولا توجد مدارج للصعود قريبة، تابعوا أطفالكم ولا تتركوهم عرضة للغرق. أيضا مداخلة من حافظ الحمداني يقول: والله جريمة، ولد شاب ما يعرف يسبح، المفروض من عمره 6 سنوات علم السباحة ضروري. التجمهور الفضولي والجهل بالإسعافات الأولية سبب آخر من أسباب الوفاة بالغرق، يعني ماكو واحد يعرف بيهم يسوي له تنفس الصناعي.